بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسول. قبل أن نبدأ بالدرس، تليفون، أيباد، أغلق، لا تشتغل ولا بكتابة ولا بأي شيء. نعم، أهم شيء الآن عندما تأخذ رخصة القيادة، طبعا أنت ما عندك مو مشكلة، تأخذ رخصة قيادة لابد تعرف الأشياء التي لابد تأتي بها والأشياء التي لا تأتي بها، عشان لا يعطيك مخالف ممكن يسحب منك الرخصة. صحيح ولا؟ أي نعم. ندرس نواقض الوضوء. لماذا؟ حتى لا تصلي بغير وضوء، تعرف أن هذا ناقض من نواقض الوضوء. نعم. وتدرس مبطلات الصلاة، لأنه لو جاء مبطل خرج منك ريح الصلاة باطلة. وتدرس مفسدات الصيام أو المفطرات حتى لا تعرض صيامك للبطلان. وتدرس محظورات الإحرام، عندما تحرم بحج عمرة يحظر عليك مثلا لا تتطيب. نعم، ما هو أهم شيء في هذا اللي ذكرنا؟ أهم شيء نواقض الوضوء أو الصلاة أو مفسدات الصيام أو الإحرام، ما هو أهم شيء في هذا؟ نواقض الإسلام أهم شيء. نعم. إذا كنت تخاف على صلاتك، تخاف على وضوئك، تخاف على صيامك، تخاف على حجك وعمرتك، من باب أولى تخاف على الإسلام. نعم، إذا هذا مهم جدا، تعرف نواقض الإسلام. طيب، يقول هذا تقول مرة نواقض ومرة مبطلات ومرة مفسدات. نعم، في فرق؟ لا فرق. طيب، يقول من من العلماء المعتبرين ألف في نواقض الإسلام؟ من؟ أريد أعرف من؟ كل العلماء الذين كتبوا حتى في كتب الفقه يوجد باب حكم المرتد في المذاهب الأربعة وغيرها، لا يوجد أحد ممن ألف في الفقه إلا كتب في النواقض. نعم. طيب، هل هذه النواقض العشرة فيها خلاف أو لا؟ هذه النواقض العشرة مجمع عليها بين أهل الإسلام. طيب، هل النواقض محصورة في عشر نواقض أو هي أكثر؟ ما شاء الله، يقول أكثر، لكن هذه أهم النواقض. ما شاء الله، من قال هذا؟ ما الدليل؟ What's the evidence? نعم، وين الجواز؟ نعم، هات الكتب. نعم، ما أعرف الدليل. تمام، يقول عندنا نواقض غير هذه النواقض العشر. نعم، حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في النواقض قال أن هذه من أكثر ما يكون خطرا ووقوعا. نعم، طيب، لماذا يقول عشرة؟ المفروض يقول لا يقول نواقض الإسلام عشرة، يقول هذا مؤلف في بعض النواقض في المكتبة. نعم، لماذا قال هذه نواقض إسلام عشرة ولم يقل هذه بعض النواقض؟ نعم، نعم. أحسن الله عليك. I believe he's trying to summarize all of them. هذه السنة، طريقة القرآن والسنة في ذكر العدد. ما هي طريقة القرآن والسنة في ذكر الأعداد؟ نعم، تمام. إذا ذكر العدد في الكتاب والسنة، هل نحدد العدد أو نزيد عليه؟ إذا ذكر العدد في نصوص الكتاب والسنة، هل العدد هذا يزاد عليه أو لا يزاد عليه؟ نعم، ننظر. إذا وجدنا في نصوص الكتاب والسنة الأخرى ما يزيد على هذا العدد، صار العدد غير محدد.
وإن لم نجد صار العدد محدد لا يزاد عليه. نعم نعم. مثال أركان الإسلام الخمسة بحثنا في نصوص الكتاب والسنة وجدنا أنه لا يزاد عليها، إذن محددة بخمسة أركان فقط. أركان الإيمان الستة محددة، أبواب الجنة نعم محددة. طيب العشر المبشرين بالجنة نعم، هل هناك من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة غير هؤلاء العشرة؟ نعم. إذن هذا العدد غير محدد بعشرة. طيب لماذا العدد هنا غير محدد بعشرة مبشرين بالجنة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بشرين بالجنة عشرة؟ لماذا ذكر هذا؟ نعم، هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، أراد من الصحابة رضوان الله عنهم في هذا المجلس أن يحفظوا عشرة مبشرين، حتى إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج الصحابة من المجلس يقول من ذكرهم اليوم عشرة فلان وفلان وفلان هكذا، مفهوم؟ هذا من حسن التعليم، مثل نقول لك اليوم احفظ الآن في هذا الدرس ثلاث فوائد. نعم تمام. وسار الشيخ المؤلف على هذا الطريق، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، القواعد الأربع، الأصول الستة، نواقض الإسلام العشرة. نعم، لكن الأصول الثلاثة أسئلة القبر محددة. نعم، نواقض الإسلام العشرة غير محددة أكثر. تمام. يقول طيب أريد تختصر لي هذه النواقض العشر أو نواقض الإسلام كلها، هل تستطيع؟ نعم إن شاء الله، لخصها لنا العلماء رحمهم الله. ممكن أن نلخص نواقض الإسلام كلها في أربعة نواقض. نعم، القول والفعل والاعتقاد والشك. نعم، القول مثل يسب الدين مثلا، الفعل مثل السحر، الاعتقاد يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس برسول عليه الصلاة والسلام، الشك يشك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته مثلا، and as for doubts يشك في وجود الله. نعم. طيب هل معنى دراسة نواقض الإسلام أننا نكفر أو لا؟ نعم، هل المؤلف طيب أراد بهذا التعليف أن نكفر الناس أو هو يكفر الناس؟ لا. لماذا لا؟ لأنه في النواقض قال ينبغي للمسلم أن يحذر منها ويحذر منها، إذن الغرض من التأليف والغرض من الدراسة أن تحذر وتحذر غيرك، مو تكفر. نعم، إذن لا ننتظر حتى يقع الناس في الكفر، لابد ننبه الناس نحذر الناس، لابد نحذر. نعم تمام. طيب ما هي نواقض الإسلام؟ نعم، من يعرف؟ Who knows؟ اللي ذكرها المؤلف، كل واحد يذكر لي ناقض. يلا بسم الله. ممكن الدين، الاستهزاء بالدين، الاستهزاء والسخرية واللعب والضحك والنكت على ماذا؟ على الله سبحانه وتعالى أو على النبي صلى الله عليه وسلم أو على أي نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أو على الشريعة أو آيات الله الشرعية أو الكونية. نعم، قل أبي الله يعني ما بقي أن تلعب وتسخر وتستهزئ إلا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يوجد عذر لهذا. نعم، بعض الناس يقول هو مسلم، يقول أنا لا أدري أنه سب الرب كفر، ما أدري. سبحان الله، إذا لا تدري أنه سب الرب كفر إيش تعرف من الدين أصلا؟ نعم، إذن أخواننا هذه مسألة خطيرة جدا، لابد نحذر، لا
نسمع ولا نتكلم بآية أو حديث إلا ونحن خائفين، نقف عند حدود الله. نعم نعم ذبح لغير الله. نعم ذبح لغير الله. الذبح الذبح لغير الله أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر. نعم محبة وتعظيمة، يعني أذبح لغير الله محبة وتعظيمة كالذبح الجن لأصحاب القبور. نعم نعم وغيره. من يكفر الكافر كافر. في كل يوم 17 مرة تقرأ إيش تقول؟ تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر، يهودي نصراني مجوسي وغيره. نعم نعم عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني أكفر بجميع ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله عبادته باطلة، وأشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد الرسول لا يكذب. فالذي لا يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث عليه الصلاة والسلام فهو كافر، كان من كان يهودي أو نصراني أو مجوسي. نعم الله سبحانه وتعالى يقول قل يا أهل الكتاب، يعني يهود ونصارى، لما تكفرون؟ إذن من كفرهم؟ كفرهم الله سبحانه وتعالى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. نعم هل معنى هذا نقتلهم؟ لا والله، نفي لهم بالعهود، نعم نتعرض لهم بالسب وبالشتم، لا. نعم طيب هل المسلم يغش الكافر؟ يضحك عليه؟ يكذب عليه؟ لا، لابد أن تنصح للكفار، تقول هذا الذي أنتم عليه الآن مخالف لما أمر به موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. أمر موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أمروا أتباعهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. نخاف على الكفار من النار، نقول نحن نخاف عليكم، نحب الخير لكم وهو أن تدخلوا في دين الإسلام. نعم لابد أن ننصح للكفار. نعم غيره. نعم السحر. السحر السحر الساحر يكفر كفر أكبر. نعم نعم لأن الساحر لا يعبد الله ويعبد الشيطان، فلا يمكن أن نرضى بالسحر. أو إذا علمنا أن هناك ساحر لابد أن نرفع أمر هذا الساحر إلى ولاة الأمر، ولا يمكن أن ندخل مواقع السحرة أو نراسلهم. نعم نعم طيب وغيره. نعم هيدن المسلمين against the Muslims. نعم مساعدة الكفار على المسلمين. قلنا في أول النواقض أن هناك من النواقض قولي مثل السب الاستهزاء. نعم ومنه ما هو عملي مثل السحر، ومنه ما هو اعتقادي مثل أن يعتقد أنه لابد أن يعين الكفار على المسلمين. نعم على قتل المسلمين. نعم نعم الآن بين الدول الإسلامية والدول الغير المسلمة الآن في عهود لا يمكن أن نتعدى على هذه العهود. نعم التعامل مع الكفار انقسم الناس فيه إلى طرفين وسط، قسم يتعرض للكفار بالسب والقتل وأخذ الأموال، وقسم يشارك الكفار في أعيادهم وفي طقوسهم وفي لباسهم. الصحيح الوسط، نفي لهم بالعهود، لا نتعرض لهم لا بالسب ولا بأخذ الأموال، لكن لا نشاركهم في أعيادهم في احتفالاتهم، نتعامل معهم في البيع والشراء، ننصح لهم، ندعوهم إلى الله،
لابد أن نسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم تجاه الكفار. نعم. من جعل بينه وبين الله وصائف. بعض الناس يقول أنه مذنب، عنده ذنوب، نعم، فماذا يريد؟ ماذا يريد بعد الذنب؟ يريد أن الله سبحانه وتعالى يغفر له الذنب. طيب استغفر الله سبحانه وتعالى، اسأل الله سبحانه وتعالى. نعم. لا يستغفر، لا يتوب، لا يدعو الله سبحانه وتعالى. تدعو من؟ يدعو أصحاب القبور. أصحاب القبور لو استطاع أن ينفع أحد نفع أنفسهم. ثم الله سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب رحيم سبحانه وتعالى، أمر العباد بأن يسألوا ولم يأمر العباد بأن يسألوا الأموات والصالحين. فهذا يبحث، لماذا تبحث وتتعب نفسك وتذهب وتشرك شرك أكبر عندما تجعل بينك وبين الله وصاحب تدعوه من دون الله؟ ادعو الله سبحانه وتعالى بالتوحيد بالإخلاص يستجاب لك. حتى كفار مكة عند الشدة ما كان يذهب إلى وسطاء، كانوا يدعون الله مخلصين له الدين. نعم. إذن الله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين عباده وسطاء شفعاء، لا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بالشفاعة، لأن الشفاعة حق لله، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفاعة. بل بعد كل أذان ندعو الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يعطي النبي عليه الصلاة والسلام هذا المقام، مقام الشفاعة. نعم نعم نعم. خرج الشريعة محمد. نعم. خرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لأحد أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا اعتقد أن ممكن لأحد أن يخرج عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم هذا كفر، كفر أكبر. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، بل إلى الثقلين الجن والإنس، ما يمكن لأحد أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. To believe that any other law is superior to Allah's Sharia. أن يعتقد أن قوانين غير، نعم، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اعتقد أن هناك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من هو أعبد وأفضل وهدي وعبادة ودين أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكفر طبعا. نعم. أو حكم أفضل من حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو مساوي له. نعم. هذا إذا اعتقد. لكن بعض الناس هدانا الله إياه أحيانا يسمع دعاء من عالم من العلماء ويأخذ به. أي من علمنا الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أفضل دعاء ما جاء في الكتاب والسنة. نعم نعم نعم. الإعراض عن دين الله بالكلية، لا تعلم ولا يعمل، ما معنى هذا؟ يعرض أي أنه يعطي الدين ظهره، نسأل عفو السلام، يعني لا يعرف شيء عن الدين إلا أنه ميم سين لا ميم، حتى مسلم لا يعرف ما معنى الإسلام. نعم. يعني لا يعرف شيء عن الإسلام. لا تقول من نبي هذه الأمة، يقول لا أدري. تعال تعلم، لا يريد تعلم. كيف يعمل بلا علم؟ وهذا الذي أراد أهل الإسلام أن يوصلوا المسلمين إليه، أنه لا يعرف شيء عن الدين ولا يعمل به أصلا. نعم نعم. نعم. Helping مشركين against Muslim. إعانة المشركين. قلنا هذا. نعم. نعم. قلنا. مسألة. Rejecting the Quran and Sunnah. رد القرآن والسنة.
رد القرآن السنة. And to hate anything from the religion, even if you carry out the action. الشرك. الشرك بعدين نعرف الكراهية. الشرك ويقصد بهذا الشرك الأكبر. نعم. عبادة القبور، عبادة الجن، الخوف من الجن كخوف من الله سبحانه وتعالى. أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر. بعد هذا يقول إذا أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن، لا يمكن أن المسلم يبغض شيئا من الشريعة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. نعم، أوامر الشرع لا بد أن يشرح لها صدرك. نعم، سمع هذا الكلام مني طالب في فرنسا وقال جزاك الله خير، زوجتي تبغض التعدد. يعني هو يقصد أن زوجته كافر. نعم، وقال جزاك الله خير، سمعت هذا الكلام يعني أبحث عن غيرها. نعم، قلنا يا أخواننا نحن نتعلم حتى نحذر نحذر، أما تكفر لا، هذا ليس عملك. المرأة لا تنكر التعدد، لا تبغض الحكم الشرعي، لكن هي بخلقتها بطبيعتها لا تريد من زوجها أن تزوج عليها، تحب الزوج تغار، فهي لا تنكر الحكم الشرعي. نعم نعم، إذا لابد نفهم أننا ندرس هذه الأمور من أجل أن نحذر ونحذر الناس، أما الحكم على الأشخاص هذا لكبار العلماء القضاة الشرعيين. نعم نعم، مهم جدا أننا نعلم الناس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا تريد أن أحد يقضي أو يحكم عليك بالكفر، إذا أنت من باب أولى أن تحرص على إصلاح المجتمع، على رجوع من كان على الباطل، من كان عنده اعتقاد، من عنده شيء من هذا، ترجع للحق. نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.